رجل يصلي ويقع في صلاته، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، تقطيع الصلاة في ميزان سيئاته والصوم في ميزان حسناته. هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لمنع الحيض حتى تتمكن من صيام الشهر كاملا؟ نعم بيجوز، لكن بشرط أنه يقطع الدم بالكلية وما يولد وسوسة وما يكون في ضرر عليها. هل الغيبة والنظر للحرام في شهر رمضان يبطل الصيام؟ لا لا يبطل الصيام ولكن ينقص الأجر. هل السيجارة الإلكترونية تفطر الصائم؟ نعم بتفطره. امرأة رأت الطهر من الحيض قبل الفجر وعقدت النية للصيام ولم تغتسل، هل صيامها صحيح؟ نعم صيامها صحيح إلحاقا بالجنب، فقد قالت عائشة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فالغسل يا جماعة ليس شرطا في صحة الصيام. رجل يعمل في عمل شاق، هل يجوز له أن يفطر؟ أنصحك اشتغل بالليل أو نص نهار ولا تترك صيامك، لاقي لك حل، كل شهر بهالسنة يا أخي. هل يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر؟ نعم إذا خافت على نفسها أو على جنينها نعم يجوز. رجل صائم وكان نائما في النهار فاحتلم، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح. رجل لم يتسحر، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح إذا سبقت النية، لأنه في قولين للعلماء بالنسبة للنية. القول الأول أنه النية بكل ليلة، ومن العلماء القول الثاني يقول النية في أول شهر رمضان تكفي. رجل يعمل ليلا وينام نهارا، هل صيامه وصومه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، بس لا تضيع صلاة الظهر والعصر. لديه مرض مزمن لا يستطيع الصيام، ماذا يتوجب عليه؟ من العلماء من يقول ما عليه شيء إذ لا دليل على الإطعام، لأن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من العلماء من يقول أنها منسوخة، ومنهم من يقول إطعام عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وهذا قول ابن عباس، لأن ابن عباس يقول أن الآية ليست منسوخة، وكان أنس بن مالك لما كبر بالسن كان يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. هل السواك يفطر الصائم؟ لا لا يفطره، لأن النبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام في المفطر والصائم. رجل كان جنب وأذن الفجر ولم يغتسل، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح. هل يجوز للمرأة أن تتذوق الطبخة وهي صائمة؟ براس لسانة نعم يجوز. هل تجوز صلاة التراويح في البيت؟ نعم يجوز، والنبي في صحيح البخاري قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. من كان صائما وشرب الماء وهو ناسي، هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، لقول النبي في البخاري من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا والله أعلم. سلام عليكم.